مشاهدي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولن ومرحبا بكم لأرشيف من الأرشيف الذي يقدمه لكم أو الذي تقدمه لكم قناة الرياضية، والذي يعود بنا إلى مجموعة من المقابلات العالمية، المباريات على المستوى العالمي والوطني. فاليوم نحط الرحال بهولندا في سنة 2005 لمتابعة تفاصيل هذه المقابلة، وهي مقابلة الترتيب والتي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي. فأعطيت انطلاقة هذه المقابلة. هذه المواجهة مشاهدينا الكرام من المواجهات القوية والمنتخبات التي قدمت حضورها بشكل جيد. هنا البناء العملية الهجومية التمريرة وخروج الحارس وعميد الفريق رينان لتمكن من إبعاد الخطورة، وذلك أرجعت الكرة مرة أخرى إلى خارج رقعة الميدان. على الصورة إلى أقوى تشوف هناك عدد أخطاء 6 المنتخب الوطني المغربي، ولكن 9 المنتخب البرازيلي. هناك محاولة قوية ولكن طارق بن داموس الكرة ديالو مشات بالشكل المناسب وإلى خارج رقعة الميدان، لأن التمريرة كانت ذكية، دخول داخل منطقة الجزاء. طارق بن داموس نزلت عنده الكرة، كانت عنده فرصة مواتية لتسجيل الهدف، ولكن في آخر المطاف يعني ضاعت. لعب كمعار اتحاد كلباء، لعب في الجيش الملكي ايضا. شوفوا التمريره كانت جميله جميله، رجعت مره اخرى. نبيل الزهر، شوف الطريقه ديال المرور والمراوغه ديالو، ممتاز 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 ممتاز. هذا الاسلوب، هذا الطريقه الاسلوب اللي كان كيلعبوا به ايضا المنتخبات السابقه. يعني خير مثال هذا المنتخب الوطني المغربي، الشبان صراحه قدم الاسلوب واحد الشكل رائع جدا في هذا المونديال سنه 2005. كره للمنتخب البرازيلي الذي ضغط بقوه، وشاهدوا طريقه رائعه جدا في الاختراق، ولكن وجد حارسا صلبا بقيمة بورقادي بعد الإنزال المميز للكرة من جانب رافائيل سوباري الذي تمكن من إنزال الكرة بشكل مميز ووجها لوجه، لكن بورقادي تمكن من إنقاذ الموقف وبشكل جيد. بورقادي مرة أخرى حاول أن يوقف الكرة، ولكن مشات مباشرة إلى خارج رقعة الميدان بعد إصرار وبعد رغبة جامحة من جانب أروكا، لكن كرة غادرت الخط الجانبي بعد انقضاء 38 دقيقة. فدائما نفس النتيجة، والمنتخب البرازيلي يكتشف رويدا رويدا منطقة الجزاء للمنتخب الوطني المغربي، وكان واضح ذلك من خلال هذه الثلاث عمليات هجومية الملصقة التي أبان ليوناردو. فبدأ الصعود في الخط الأمامي، لعبات الكرة من يوسف رابح جهة اليمنى. نشوفوا هنا الضغط ديال المنتخب الوطني المغربي، تمريرة جانبية، دخول داخل منطقة الجزاء، صويبة الأولى، صويبة ثانية، وهدف الأول، الهدف الأول في المقابلة. المنتخب الوطني المغربي كان سعيدا، وهرماش ذهب ليحتفل رقعة باقي اللاعبين الاخرين. الوقت اللي كانت تصويبه قويه وارتطمت بالمدافع إيد كارلوس وتسجل هدف ضد مرمى المنتخب البرازيلي إيد كارلوس، والهدف الاول في هذه المقابله. فرحه كانت كبيره وكبيره جدا للمنتخب الوطني المغربي الذي شق طريقه بنجاح وتمكن من الوصول الى مرمى المنتخب البرازيلي. شوفوا الطريقه ديال الاعداد، هرماش المصوب، ارتطمت الكره، بدايه ديال بناء العمليه الهجوميه.
هنا تحضير وفرصة للتصويبة والحارس ممتاز برقادي تدخل ديالو الأول وتدخل الثاني كان عنده دور كبير كما قلت خلال مقالات مختلف وسائل الإعلام والصحف العالمية ونتابع هنا هذه المحاولة الخطيرة والمتابعة من إير كارلوس لكن مباشرة إلى شوفوا هنا المحاولة كيفاش أنه كان رفع الكرة داخل منطقة الجزاء بهذا الأسلوب وهذا الرأسية هذه الحارس مكان مناسب رأسية ديال اللاعب إير كارلوس قوية جدا وكان المسار ديال المرمى لولا براعة في هذه المباراة غادي نتابعوا شوفوا هنا الاختراق من الجهة اليسرى طريقة ديال التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء بهذا الأسلوب هذا بهذه الطريقة هذه محاولة كانت خطيرة جدا ارتطمت بالقائم الأيسر واعتبرت أحد أبرز المحاولات للمنتخب البرازيلي على الصورة اللاعب طارديبي وهذه الكرة القوية بمتابعة من جانب اللاعب كيرينو واختتمت بإبعاد الخطورة أمام الكرة ديالو رجعت الكرة مرة أخرى للمنتخب البرازيلي محاولة تعبات بشكل كيف الخط الأمامي والتمرير والدخول داخل منطقة الجزاء ثم مرة أخرى يصطدم المنتخب البرازيلي المرتدات الهجومية المضادة كما نتابع وهذه المحاولة الفرصة ديال نبيل الزهر والاختراق ديالو كان بإمكانه ينهي المقابلة في اللقطة هذه اللقطة هذه كانت ثمينة وثمينة جدا نبيل الزهر لأنه لهذا الهدف هذا الوقت هذا بالذات كان بإمكانه ينهي المقابلة بين دامو تمرير وبعد ذلك نبيل الزهر كيقوم بالمراوغة لاعب مهاري بشكل كبير ثم خارج القدم حاول ما يمكن يقوم بعملية اللوب الإنزال من جانب اللاعب فيليبي هذا فيليبي دخل بديل ديال اللاعب إيفاندرو الوقت اللي كان أمامه لاعب زوشو يتلقى البطاقة الصفراء الثانية وياسين يطرد ليغادر رقعة الميدان وهذا هو الطرد اللي كان في المقابلة واعتبره البعض أنه كان مؤثر بشكل أو بآخر على النتيجة النهائية لأنه تغييرات الطريقة ديال اللعب كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء وبعد ذلك يأتي الهدف يعني لاحظنا كيفاش انه جا الطرد مباشرة وراه كتجي محاولة بهذا الأسلوب هذا بهذه الطريقة ليكون هنالك هدف شوفوا هنا فابيو مع إتمامه للكرة فابيو سانتوس لاعب رقم 6 اللاعب الذي ارتطمت به الكرة في الجولة الأولى في آخر الدقائق هنا غادي نشوفوا ضغط آخر من جانب المنتخب البرازيلي ونتابع رفع الكرة داخل منطقة الجزاء رأسية ثم رأسية ثانية وهدف ثاني للمنتخب البرازيلي عن طريق اللاعب إير كارلوس الذي تمكن من وضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف ثاني للمنتخب البرازيلي كما قلت الطرد وأيضا ضيع بعض المحاولات عجل بعودة المنتخب البرازيلي الذي يمكن أن أقول أنه لعب فقط منذ الدقيقة 76 فما فوق دقيقة 87 سجل هدف التعادل ودقيقة 90 يسجل هدف ثاني وبالتالي جوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد هذه إذن
هي النتيجة اللي كانت نهائية مغربي طوال المنافسة ككل. فصراحة كان أسلوب رائع وجيد. احنا كنشوفونا المحاولة في آخر المطاف. نبيل الزهر حاول 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 نبيل الزهر لكن كورتو إلى خارج. أدى بالأداء للاعبين وللطاقم التقني لتنتهي المقابلة في هذه المباراة القوية بأوتريخت في ملعب غلاغن فارد ستاديوم بنتيجة 2 أهداف مقابل هدف واحد. ويحتل ويبرني وباقي رفاقه بالمركز الرابع المركز الثالث فيما فتحي جمال يحتل المركز الثالث. فهنيئا هنيئا نعم للمنتخب الذي حقق حضورا قويا واداء رائعا في تلك المنافسه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المعاينه والمتابعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.